مرحبا بكم الناس الكل، نتقابلوا معكم اليوم الخميس، نختموا معكم شهر رمضان الفضيل، اخر حلقه لينا معكم في الشهر هذايا، وان شاء الله يا ربي نكونوا كنا خفيف ظل عليكم، عدينا معكم الشهير بالاكتواليتي بالفقرات اللي اقترحناها عليكم ومع شلتنا اللي بديتوا معاها كل تقريبا شبكه شتويه وكملنا في رمضان، دونك ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بخير. مرحبا محرز، ملاك، حسين، مرحبا فيكم. اخر نهار فرحانين ولا مغشين ساعة اللي هو آخر نهار؟ الحقيقة مشاعر مختلطة. هذا أنا نعرفك صريح. ما تحاولش تكون دبلوماسي. ممكن فرحان خاطر الشرق واحد وقت يرتاح شوية، رمضان يتعب، ما تعرف رمضان الخدمة وكل شيء تعب. واحد زاد متغش كيف كيف خاطر برك الله ليكيب تخلى علينا بلاصة كبيرة ياسر. باهي مالك. استانسنا ببعضنا الحقيقة، والله جو أمبيونس في الأوف ممكن أكثر حتى من اللي يشوفوه الناس في المباشر. كما قال حسام متعب، لكن نتعب بالجو هذاك نحاولوا نتجاوزوه، أما بالحق تخلى عليه بلاصة لما الحقيقة والله. توا نجيو بحذاك للدار. مرحبا مرحبا حتى السادة المشاهدين، مرحبا بالناس الكل. محرز، مش نخليو عليك بلاصة ولا عندك برنامج في الصيف ولا؟ بالحق الحاجة الباهية هي المشاعر اللي تقعد في الأذهان، هي الحاجات الانطباعات الإيجابية ممكن اللي قاعدين نحسوا فيها من العديد المتقابلين اللي قاعدة تتواصل معنا على شبكات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله نكونوا خلينا انطباع طيب، إن شاء الله تكون مختلفة المداخلات نتاعنا والتدخلات نتاعنا تكون خلات أثر إيجابي، وان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى. علاش ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى تسالوا سؤال، تقولوا باش تكمل تلبس عربي بعد رمضان ولا بعد ليه؟ رمضان ما يقولش يكون ديفي معناتها نصور ما يقولش ليه، هو ان ديفي وحلو ومشى فيه ونجح فيه الحمد لله. باهي ولقى اون بلوس هكا عطاتوش للميتيو سبيسيال. ليه والناس الكل ولاو يعرفوه، وحتى كيف مشى لبرا يعرفوه اللي هو يقدم في الميتيو معناها باللبسه التقليديه. قالوا لك محرز انت نتاع جبه والواحد يلبس عربي. اي اي دونك شوف قداش محليها، عطات صوره لبرا الحمد لله حلو، رغم اللي هنايا كيما يقولوا لي جماعه اللي فما برشا نقد، دونك شوف كيفاش احنا في تونس نغزروا الحاجه وكيفاش يغزروا لها البر. دونك سوقت ان شاء الله نكون سوقت الحاجه ايجابيه كيما الشخصيات اللي يحكي عليهم حسام، فرصه معناتها في الفقرات كل واحد يعطي كاتوش من عنده يقوم بدور حتى لو كان صغير ساعات راهو اما ياثر برشا. دونك انا نشكركم برشا على خاطر قمتوا بمجهود كبير في رمضان وفي الشبكه الشتويه، وخاصه على اللبسه التونسيه اللي موجوده في البلاتو، على ديكورنا التونسي اللي لقى الحقيقه هكا صدى كبير برشا والناس الكل عجبهم وتفاعلوا مع تفاعلوا معاه. دونك نحييو ليكيب نتاع الديكور ومعاهم حنان الديكوراتريس ومعاهم السيده المخرجه امال علوان اكيد. دونك الكلكم يعطيكم الصحه. هات نبداو بالفقرات نتاعنا ونبداو بالميتيو. نبداو بالطقس. والحمد لله نهايه شهر رمضان كانت معناتها بمراسم منعشه ومنعشه جدا، نحكيو على درجات حراره اللي تقريبا توصلت في مستويات مقبوله. اليوم تقريبا الحراره ما فاتتش 30 درجه في الشمال، في ممكن نماذج الوسط الغربي وحتى في السواحل الشرقيه لبلادنا من بين 30 ل 35 ببقيه المناطق. تاثيرات الكتل الهوائيه الشماليه كانت واضحه وجليه في استقرار نسبي في درجات الحراره وتوصلها في مستويات مقبوله ومقبوله جدا، هذا ممكن نحكي عليه في مختلف المداخلات الفارته. انما الجانب الحركي هو اللي طلب منا اليقظه، رياح اليوم كانت قويه بالمناطق الساحليه الشماليه بالخصوص، سرعتها تجاوزت مؤقتا 60 كيلومتر في الساعه، نتوقع حتى توصلها خلال الفترات القادمه بالنسبه ليله وحتى يوم الغد. وتبعا لذلك البحر كانت شديده الاضطراب بكافه المجالات البحريه. اليوم لاحظنا ظهور مجموعه من السحب العابره باغلب المناطق، كانت اكثر كثافه في السواحل الشماليه مع نزول بعض الزخات الضعيفه والمحليه في اقصى الشمال الغربي لبلادنا. الناس الكل تسال على غدوه، زعما نهار عيد ولا مش عيد، هو علميا الاقتران صار البارح في 8 نتاع الليل و40 دقيقه. علميا النجم نشوفوا الهلال، اما كما تعرفوا انطلاقه كل شهر قمري يعلن عليها سماحه المفتي. ممكن الناس تسال على حاله الطقس خلال الفترات القادمه، غدوه نتوقع توصل درجات الحراره في نفس المستويات المقبوله، ما زالت الريح تقلق شويه في المناطق الساحليه وايضا ممكن في المرتفعات الغربيه لبلادنا. ما غدوه ان شاء الله باش تبدل الطقس، ممكن نعرفوا كان ان شاء الله باش يكون غدوه عيد، الناس تقرا حسابها اذا كان باش تخرج باش تدور بالعائلات بالصغيرات. غدوه ان شاء الله نتوقع نزول الامطار بعد ظهر بالشمال وايضا بالوسط، الامطار تكون عندها طابع رعدي. بالنسبه لمناطق الجنوب ممكن ظهور مجموعه من السحب العابره ومؤشرات الاستقرار ان شاء الله باش تكون واضحه خلال نهايه الاسبوع، ان شاء الله باش نعيشوا ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحراره. هذا ما يعنيش اللي احنا باش نكونوا على موعد مع موجه حراره، ممكن الارتفاع هذايا مش باش يكون عنده تاثيرات كبيره وتقلص في الفوارق الحركيه، هذاك علاش تقريبا الرياح باش
تقلى صحتها وفعاليتها خلال نهاية الأسبوع، فرصة للعائلات باش تمشي تبحر، البحر يكون مضطرب إلى قليلة الاضطراب، والسباحة إن شاء الله تكون ممكنة مع ملازمة الحذر. وكالعادة نختموا المداخلة نتاعنا بدرجات حرارة الليلة، الناس ممكن مازالت تم قضيت القضيات نتاعها الليلة، نتوقعوا درجات حرارة باش تكون في مستوى العشرين في تونس العاصمة، 19 في جهة الوطن القبلي، نتوقعوا 18 في بنزرت، 17 في زغوان، بالنسبة للمناطق الشمال الغربي نتوقعوا 13 درجة بسليانة، 14 بالكيف، 15 في بيجة و16 درجة بالنسبة لبيجة، بالنسبة للمناطق الوسط نتوقعوا 16 بالقاسرين، 20 بسيدي بوزيد، 21 بالنسبة للقيروان، 20 بسوسة بالمنسير، 21 بالمهدية، بمناطق الجنوب الغربي إن شاء الله باش نسجلوا اليوم 22 بقفصة، 24 في قبلي، 26 في توزر، وفي مناطق الجنوب الشرقي في مستوى 21 بصفاقس، 22 في قابس، 21 بمدنين، و20 بتطاوين. إن شاء الله عيد مبروك على التوانسة الكل، وربي يعوضوا علينا وعليكم بالخير واليوم والبركة. يعطيك الصحة محرز، شهر لكم عام حيين بألف خير، كملتوا قضيتكم حويج العيد، قضية الدار مازلت فاش تستنى؟ نحلو شريان دبش بادي من آخر لحظة. تعرف اليوم صباح عندي شوية قضيات مشيت نقضي فيهم، تحس اللي الدنيا فارغة والعباد الكل سايين والحوانت فارغين والكياسات بدات تتفاضى هكا شوية، قعدت تحس لومبوتياج أكثر وين تقرب المحطات معناها نتاع هكا اللواجات ببعليوة شوية، تحس فما حركة ماسينو في اللونج الباقي، تحس الدنيا تفاضت وكأنه الناس كل معدلة اللي هو غدوة عيد. متصور كان مفتي للجمهوريه يقول غدوه مش عيد، كيفاش باش تكون حتى ناس تما اللي روحت معناها وما خدتش اجازات، كيفاش تكون الحكايه؟ كيما انا مثلا نتمنى غدوه العيد، تحب غدوه عيد؟ السبت احد في الحالات الكل سواء عيد ولا مش عيد، بالنسبه للموظفين العموميين جمعة السبت احد سواء غدوه في كل الحالات. اوكي كان مش عيد، كان مش عيد اصبح ريقت. انا نحب مش عيد لمحال، لكن نهار رمضان كان مش عيد راني نخدم انا غدوه هذاك علاش. نمشيو للاكتواليتي. الاكتواليتي هو انا نستنى فيه معناه ديما السيف عدو خرج ومحرز ديما توخي الحذر وما تعوموش والبحر مضطرب، قال تنجموا اما قال توخي الحذر نهار لحد ان شاء الله. لانه ما نعرفش انا الصيف سي معناها مانيش عارفه كان دايم الصيف ما وقتاش يجي الصيف، نحبوا العوم في العيد برشا في الصيف، هو حسابيا بالرجوع للرزنامه الفلاحيه دخول فصل الصيف يكون في 29 ماي، اليوم احنا قديش عندنا جماعتين اكثر شويه. المهم هو الحراره، يقول درجه الحراره مازالت ما ارتفعتش بالقدر المطلوب، لكن انا عندي الحراره مرتفعه على الاخر فاتن، ونعرفوا التجاذبات السياسيه الكبيره ونعرف المشهد السياسي المتحول خلينا نقولوا والمواقف والتصريحات. البارح كان لرئيس الحكومه لقاء واجتماع بنواب ووزراء نداء تونس، غاب بعض الاسماء وبعض القيادات على غرار المدير التنفيذي، برشا ربطوا ممكن الاختلافات اللي صايره بين المدير التنفيذي ورئيس الحكومه، اسباب الاجتماع البارح علاش اجتمع وكان بشكل غير رسمي لانه ما تمش الاعلان عليه مسبقا، فمن بعد شفنا معناه في مواقع اعلاميه حكيت على الموضوع. في الاجتماع هذا تحكي كلام على مساله اعفاء او اقاله لطفي ابراهيم وزير الداخليه وموضوع الانقلاب الشهير، احنا كل مره عندنا افلام اكسيون معناها ديما نظريه المؤامره حاضره للاسف، وديما تونس مستهدفه، وديما ثم خيانه عظمى، وثم تدخلات اجنبيه، وثم محاولات لافساد المسار الديمقراطي التونسي. يعني بالحق العباد وليت خايفه برشا كي تسمع الكلام هذايا، وفما برشا تصريحات اللي بالحق خلت الناس ما عادش عندها حاله من الاطمئنان، لكن في الواقع هي مجرد تاويلات ومجرد كلام اتقال. البارح كان في رئيس الحكومة مسألة الانقلاب، واليوم في إذاعة موزايك يخرج وزير الداخلية المقال لطفي إبراهيم باش يتحدث في حوار الصراحة، حكى على علاقته مع برئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال ما كانت ثم خلافات شخصية على غرار كما يتم معناه تصريح به وكما قالوه برشا قيادات ولا برشا خلينا نقولوا سياسيين على غرار علي العريض عن حركة النهضة، وقال بالعكس معناها كان لقاء كان ثم لقاءات دورية أسبوعية كل نهار اثنين نتلاقاو باش معناها نحدوا رزنامة العمل. حكى أيضا على فيما يتعلق بالتعيينات، قال كان ثم نوع من الاختلافات في مسألة التعيينات، وقال أن وزارة الداخلية تطلب جملة من المعطيات وأنه عملية الإصلاح تتطلب تجديد الإطارات تعيين أشخاص ذوي كفاءة، كما حكى كيف زاد على سيرورة العمل نتاعو، وحكى على نجم الغرسلي والكلام اللي تقال على أساس أنه تم منح 48 ساعة لوزير الداخلية على أساس أنه باش تم إلقاء قبض على نجم الغرسلي. وضح اليوم لطفي إبراهيم وقال أنه ما لم تصدر إلى حدود أسبوع مضى بطاقة تفتيش ضد وزير الداخلية الأسبق نجم الغرسلي، وشدد على أهمية فهم الإجراءات
الإجراءات العدلية، وقال إن وزير الداخلية ما يقبض على حد، والضابط العدلية أعطوا أمر الوحدة اللي كلفت الفرقة المركزية الحرس الوطني بالعوينة استنادا لبطاقة جلب صدرت في شأن الغرسلي. وكيف كيف حكي حتى على إيقافات وحتى على تحجير سفر ولا تحجير، معناها هو ثم برشا أنواع معناها من الإجراءات، قال ثم ناس صدرت في حقهم معناها الإجراءات هذه لكن ما ثماش حتى تهم منسوبة لهم. قال لك يعني بالقانون مش معقول تقعد أنت حجر على الإنسان وما يغادرش منزل وإلا يعطيك الصحة. برشا كلام حكى عليه، لكن الأهم من هذا الكل فات نحكيه على محاولات انقلاب، راه كلام خطير. معناها اليوم هل أنه بالحق تونس كانت عرضة لمحاولة انقلاب أم لا؟ كما نفى رئيس الحكومة البارح وكان على لسان النفي، ما جاش على في تصريح رسمي لرئيس الحكومة، باش نكونوا واضحين، جاء على لسان نائب عن نداء تونس عماد ولد جبريل وقال انه رئيس الحكومة نفى الموضوع هذايا. اليوم لطفي ابراهيم يتحدث وينفي ويقول الزيارات الدبلوماسية اللي تمت الكل خارج تونس راهي معناها صارت في امور القانونية، يعني يكون حاضر السفير معاه، وحتى زيارة السعودية رجع عليها بالتفصيل وقال كان حاضر معاه سفير تونس للسعودية، وراو ما ثماش حتى لقاءات لا مع مدير استخبارات ولا حتى لقاءات غير رسميه، وكل لقاء تم راو معناها البروتوكول اللي مشيوا به الوزراء هما على علم به، وما ثماش حتى لقاءات اخرى. انا حبيت نرجع ممكن هنا هذه حكايه الانقلاب معناها ياسر فاتر مش أول مرة راهي تصير، معناها مش أول مرة، أما زاد راهو نحكيو على انقلاب، نحكيو على أمن دولة، ونحكيو على رئيس جمهورية، ونحكيو على معناها حاجة راهو خيانة عظمى للدولة إذا كانت صحيحة، راهو مش باش تتعدى هكا في الخفية، راهو فما ناس تتوقف، فما ناس تتحاكم بالإعدام، ومعناها شنو نقولوا انقلاب ونتعدي ونتجاوز. ثم وسائل إعلام مجندة اليوم باش تعطي صورة سلبية وسيئة للتونس. فما دو كون، فما زوز معناتها من المراكز القوية واللي متسرعين من قبل، خلينا نسميه والاشياء مسميتها، فما زوز بلدان في بلدان الخليج العربي ممكن هم اللي ركبوا على الحكايه ذي، فما اللي معاه فما اللي ضد. اللي والقناه خاصه معناها الاخباريه اللي سوقت كيف القناه ومجموعه من الصحف الاخرين ماهيش اول مره معناها تاريخ اظلم مع تونس. ابراهيم اليوم قال انه باش يرفع او رفع قضيه ضد الاطراف المتورطه في الموضوع هذايا بما فيهم المكتب خلينا نسميه القناه قناه الجزيره والاعلامي نيكولا بو اللي هو معناه مش اول مره هذه الحقيقه كما قلت لك ثم اعلاميين اليوم اجانب يسيبوا المشاكل الداخليه نتاع بلدانهم وحاطين قدام عينيهم كان تونس ومشاكل تونس وكانه معناها ما عندهمش حاجه اخرى يخدموا عليها. كان تشويه نيكولا بو على اساس انه باش يصير في تونس نفس السيناريو اللي صار مع بورقيبه، دونك بنفس الطريقه بنفس التفاصيل باش يعاود يصير. عنده خيال واسع يظهر لي، نجم يكتب سيناريوهات كما قال حسام، ولا يكتب معناها مسلسلات هكا خرافيه. نيكولا بو اللي كتبت معاه الكتاب نتاع ليلى بن علي حكمة الكرتاج اللي كتبت معاه محاكمة بقضية في فرنسا على قضية ابتزاز، خاطر كتبت كتاب تشوه به في الملك محمد السادس ملك المغرب، معناتها عندهم قضية نتاع ابتزاز ونتاع تشويه ديجا هذيك حاصلة. ممكن يصير فما قضايا نفهموا الهيستوريك. خليني نرجع اليوم على ندوة صحفية كان معناها كانت لسفير الإمارات بتونس. الحقيقة هما قالوا ما كانتش الموضوع هذا بالذات، لكن بالطبيعة ما نجموش احنا كصحفيين توانسة يكون اللي حاضرين في الندوة باش يفوتوا للمناسبة ويسألوه. وقال أنه بالنسبة لتقرير الكاتب الفرنسي انفى السفير الإماراتي في تونس ما ورد في تقرير الكاتب الفرنسي نيكولا بو حول الانقلاب المزعوم، وقال في الندوة الصحفية اليوم أنه العلاقات التونسية الإماراتية جيدة وأنه أطراف تريد التشويش عليها. نختم اليوم ممكن ببادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. خلينا نقول العبارة الشهيرة من أين لك هذا اليوم، معناها تعرف حكومات متعاقبة على الدولة التونسية بعد الثورة، تليعنا من اللي صار قبل الثورة، ماذا بينا اليوم اللي يشد منصب وإلا يكون مسؤول دولة بعد ما يخرج من المنصب نتاعو هذاك يقدم ممكن خدمات للدولة مش ينهبها ولا ياخذ وإلا ياخذ امتيازات، لكن وكأنه ثم ثغرات في القانون هذايا. هذاك علاش هيئة مكافحة الفساد تأكد وجود عديد النقائص في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب وتقدم بعض المقترحات لتفاديها. ماذا بينا اليوم الثغرات القانونية وإلا الحاجات اللي مش واضحة وقاعدة تفلو شوية إن معناها نوضحوها، خصوصا أنه عندنا راهو كم كبير في من القوانين للأسف ماهوش قاعد يتم تطبيقها، وثم قوانين تخلي استفهامات وما تفهمهاش وتقعد تقرأ بين السطور، وجربنا في أكثر مناسبة الموضوع هذا. هذاك علاش ما فيها باس كل مرة وثم لخبطة في قانون وإلا
والا عدم وضوح نوضحوه والا نعطيهم مقترحات اخرى باش الدعم. اذا مالك القانون هذايا التصريح على المكاسب اسكو يفعل والا هو يخص الشخص نفسه معناها الوزير ولا المسؤول ولا غيره والا عائلته زاده والناس القراب ليه وخاطر ما تعرف ساعات مسؤول كيفاش البلاصه يعطي رخص لصاحبه هذا اللي ما غفلوش عليه اليوم الهيئه صاحبه مرته معناها فما برشا نوعيات اخرى من المزايا يقول لك هذاك على الثغرات القانونيه لازم نربطوا الخيوط ببعضها وراو حاجه اخرى فات مش المسؤولين الكل راهم صرحوا بالمكاسب نتاعهم يعني ما ثماش مسؤول فوق القانون راهو كي واحد يعطي تصريح بالمكاسب نتاعو الناس الكل اللي ينطبق عليها الاجراء هذايا هذاك علاش لازم الصرامه في تطبيق القوانين وتوضيح الثغرات اللي قاعده صايره. صحيح باهي دونك هذه كانت لاكشواليتي بالنسبه لليوم نمشيو لحسام ونشوفوا الانترنت شنو حديث التوانسه اليوم. ترى باش نحكي على حاجه بعيد شويه على الاحتقال اللي حكيت عليه ملاك نحب نعطي شويه افكار حاجات تفرح. انت موجود غادي باش تخفف تهوي شويه. نحاول نهوي شويه. نعطي موجات سلبيه يعطي موجات ايجابيه. فوالا انت قبيله كنت قلت انه معناتها باش تشوف الحصه نتاعنا ميتولي باش نخليوها بين ايدي امينه كما نقولوا خاطر التلفزه الوطنيه وصلت اتفاق اخيرا باش تعدي ماتشويه تاع الكوب دي مون. احنا اليوم ديجا بدينا مخر شويه على خاطر كنا نشوفوا في عرض افتتاحي. هذاك علاش معناتها وهذا معناتها انجاز كبير يعتبر ما ننساوش اللي التدخل كان برئاسه الحكومه تفاهموا مع قنوات البين سبورت باش في الاخر تونس تاخذ عدي 22 مباراه بما فيهم ماتشات المنتخب الوطني التونسي ممكن ياسر النهائي وقبل النهائي وهذه مهمه جدا معناتها بالنسبه لل معناتها لتونس وصوره التلفزه الوطنيه اللي ان شاء الله باش تواصل في معناتها في نسب المشاهده اللي حاجه فقط مريم فاتن اليوم انا قعدت مركزه مع مريم اليوم كانت وزيره الشباب والرياضه عطت تصريح في احدى الاذاعات الخاصه وكانت قالت اللي معناها اون اكسكلوزيفيتي الموضوع هذا الحقيقه وهبط على موقع التلفزه الوطنيه وتمنينا لو كانت حاضره معنا وتعطي الاكسكلوزيفيتي هذه على التلفزه الوطنيه ونبشروا الناس قبل بيوم ولا قبل بلحظات. الوزيره كانت من المفروض تكون حاضره معنا في البرنامج في المباراه يتاجل يتاجل وما حضرتش اي التلفزه الوطنيه هكا باش تعدي المباريات بشرى للجماهير الرياضيه وبشرى زاد اللي حباي كره القدم خاطر كره القدم راهي متابعي المنتخب متابعيها للناس الكل الفقراء والناس اللي تحب الكره والناس تحب تتفرج خاطر ومنتخبنا التونسي نتمناه معناتها بعد المشاكل اللي قاعده تصير وبعد الستريس اللي قاعده تحكي عليه مالك ولا موجود يظهر لي حاجه الوحيده نفرحنا كره القدم الناس متعطشه شويه موجات ايجابيه وشويه هكا روح وطنيه الازمات السياسيه ان شاء الله كان السيد رئيس الجمهوريه استقبلهم قبل ما يمشيوا روسيا دونك ان شاء الله يرجعوا زاد لبسنا لهم الشاشيه نتاعهم نعم صبينا وراهم الماء معناها عملنا لهم الحكايات الاخرى ان شاء الله لاباس اي وهذا دور التلفزه الوطنيه تولي في المناسبات الصحيحه التلفزه ما تلوش على البوز ولا تلوج انه الشعب النسب مشاهده تلوج على في المرفق العام باللي لازم تقدمه للمشاهدين اي صحيح هذا بالنسبه للتلفزه الوطنيه نواصل في الاخبار الايجابيه ونريد باش نحكي على تجربه جزيره تجربه اللي اختارها موقع ماستر كارد اللي هي مش بلستي بما انه ما عندناش ماستر كارد في تونس اختار حسب الكليون نتاعو معناتها احسن وجهه سياحيه بالنسبه لهم هي تفسر لكم اكثر كيفاه خاطر الناس تمشي برشا بلايص في العالم الناس تمشي لباريس من اكثر البلدان يزوروها في العالم هي نيويورك الناس تمشي مثلا هلسنكي برشا بلايص معروفين تبقى انه البلايص اللي يمشوا لها سبيسيالمون للسياحه ماهمش يعملوا كروازير ولا ماهمش ماشيين في معرض ولا ماهمش ماشيين في سيمينير هي الكلاسمون قطع فيها هذا ماستر كارد جزيره جربة متكلاسيا الثالثه في العالم 97.7 من الكليون تاع ماستر كارد اللي يمشيوا الجربة هم يمشيوا سبيسيالمون للسياحة في جزيرة جربة مهمة جدا معناتها معلومة كيما هكا خاطر تنجم تعاوننا برشا في التوريزم كي نزيدوا نونشانيو الحكاية هذيا مع الموضوع اللي يقول انه تم معناتها الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية ترفع الحظر على ولاية جندوبة وعلى مناطق الجنوب التونسي تعرف زاد كيف اللي الأمور ماشية كما يجب إن شاء الله ربي يبقى الستر على تونس خاطر داخلين على سيزون معناتها سيزون الناس كما وإحنا من الفترات الصعيبة هو شهر رمضان ونقولوا الحمد لله تعدى سلامات معناتها على جماعة الوتلة يقولوا الميسرة تجي في الصيف هذاك علاش ممكن السيوم تلقاها طالعة شوية أما بعد ما يتعدى الصيف مستحقين للسياحة الصحراوية مستحقين للسياحة الاستشفائية اللي تلقاها جينيرالمون في تبرقع زادة سورتو اللي هي تقعد على امتداد عام كامل معناها احنا عندنا في تونس مخزون اللي يخدم سياحه ثقافيه سوف كو مازال مانيش قاعدين مركزين معاه برشا ومانيش قاعدين نعملوا في البروموسيون وفي الدعايه اللازمه معناها وعندنا ما معناتها المدينه العربي معناتها يسميوه بالانجليزي الداون تاون مثلا كي تشوف البلايس مثلا المسالك الصحيه ولا المسالك اللي تشوف الاثريه معناتها حاجات تستاهل وتنجم شويه بروموسيون نجموا يوصلوا الاخبار الثالث كيف
كيف من بعد بسرعه خاطر باش نرفعوا الاذان وبعد نرجعوا. ما ننساش نعدي الاخبار هذه ونحكي على تونس في بعدها الافريقي. تونس خذت فكت سي انه مؤتمر للدول الافريقيه، مؤتمر من اكبر المؤتمرات الاقتصاديه. تونس خذته لاول مره يخرج من المغرب اللي هي البلاد المستضيفه للقمه هذه، جاء لتونس. وهذه تولي سابقه جديده كان عملها وزير التعاون والاستثمار السيد زياد العثيري. نرجع بعد نكمل الاخبار، ما نحبش نطول باش ناخذ وقتي وبعد نكمل لكم ليزانفورماسيون تاعي. باهي احنا بعد شويه مازلنا مكملين معاكم ان شاء الله. كما تعودتوا بينا ساعتنا من زمان فيها الاكشواليتي، فيها ضيوف، نتحطوا صحه ونتحطوا زاده اليوم ننقلوا اكيد برشا ناس شاده ثنيه باش تمشي لعائلتها في الولايات وتحاول ان شاء الله يكون يا ربي ان شاء الله عيدكم مبروك ونحاولوا تكون الخدمات كما احسن ما يكون. تفاصيل كبيره باش ناخذوها من بعد، خليكم معنا. لكن نرفع الى حضراتكم اذان صلاه العصر ثم نرجع للبلاتو. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. الصلاة تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مواصلين معكم ونكملوا مع الأكتواليتي. وبالنسبة للناس اللي التحقوا بنا توا، وصلنا لفقرة حسام ومع هو ناخذوا أكثر المقالات اللي حكيوا على تونس واللي حكيوا عليهم التوانسة. حسام شنو اللي مازال عندنا؟ باش نحكي المرة دي نبدلوا شيك شوية لشوية بعد ما حكينا على المؤتمر اللي قلنا باش يصير في تونس أول مرة. باش نحكي زاد المرة هذه على الأخبار نتاع المونديال اللي معناتها وليت الطريقة نتاع المونديال اللي موجودة. المنتخب الإيراني بعد ما كان البوز على مواقع التواصل الاجتماعي يشوف فهم بوغوسيت هاو كيفاش يلبس او دي مانكان او درشنية، الاخبار يجي يقول المنتخب الايراني ممكن ياسر يلعب بلاش احد. علاش؟ بوغوسيت هذوك باش يلعبوا حفايا. خاطر كان فما اتفاق مع شركه امريكيه لل معناتها الاحذيه الرياضيه نتاعهم بس بدريت باش يكوروا بهم، وفما حظر من امريكا على انه يتعاملوا مع ايران في اي حاجه من مهما كانت. يا اخي رغم انه السلعه كان امريكا وقفت منها. السلعه ليه؟ لانه ماركه معروفه دي ماركه امريكيه وديجا مصحين دي كونترا معاها. وما نجموش لانه معناتها يبدلوا سبيدريت ولا حاجه لانه فما حكايه مستشار وكل شيء. لاخر لحظه معناتها المونديال بدا اليوم، مي هما لحد الان ما عندهمش احذيه. ولهنا ممكن ذكرتني بحكايه صارت عام 1950. المنتخب الهندي انسحب من كاس العالم عام 1950 بعد ما ترشحوا لاول مره خاطر ما خلوهمش حتى هما هون خاطر ما خلوهمش يلعبوا حفايه. ما خلوهمش يلعبوا حفايه، قالوا ما احنا استنسنا نكوروا حفايه نحبوا نلعبوا مونديال حفايه. قالوا له ما يجيش غازون. قالوا احنا نجموا نلعبوا كان حفايه. والمنتخب الهندي وقتها كان عمل نتائج كبيره ياسر باش وصل معناتها كور في الكوب دي موند، ورغم ذلك انسحبوا لخاطر اصروا انهم يلعبوا حفايه.
شوف انت معناتها لو التاريخ ممكن يعاود نفسه ساعات بطريقه معناتها ممكن هذوما اللي يعني هذوما اختيار الاخرين معناها منتخب الايران لا وهو راه يقال في الفيفا معناتها انه لا مجال لتدخل السياسه في الرياضه معناتها نورمالمون وقت اللي نحكيو على السياسه تلعبت قبل كان فما ماتش معناتها شهير ايران وامريكا ورغم انه كانت وقتها الاحتقان ماكسيموم ورغم ذلك تلعب الماتش وما صارتش معناتها تونسيون كبيره كما تصورناها اما توا هذا حظر على سلعه رياضيه معناتها باش تلعب في كوب دي موند هذا هل هو تدخل في السياسه ومش تدخل في السياسه يظهر لي السياسه يظهر لي داخله في كل شيء حتى في الهواء اللي نفسه احنا مره فاتت حكينا قلنا وقتها كوريا الشماليه وكيفاش زعيم كوريا الشماليه معناتها مع ترامب وكيفاش زوج يبوسوا في بعضهم ورجعوا حبايبات وكل شيء يبان بعض ممثل نتاع كوريا الشماليه بعد ما روح من امريكا فوت للمغرب من بعد كل شيء كيفاش كل شيء معناتها داخل بعضه خاطر يقول القائل هما توا في صحفة العسل معناتها نورمال يفوتي لامريكا في الواحد لا روح معلومة ما وصلتلوش يظهر لي وكندا وامريكا اللي هما توا متنابزين باش ينظموا كأس العالم مع بعضهم كل حاجة في بلاصتها هذه معناتها دونك هذه كانت الاكتواليتي بالنسبة لليوم يعطيكم الصحة وكملنا موسم كامل دونك نشكركم في نهاية الموسم هذايا إن شاء الله عيدكم مبروك سنين دايمة إذا كان عندكم كلمة تحبوا تزيدوها قبل ما نختموا البلاتو نحب نشكر الفريق الكل بالطبيعه انا نحكي تكنيس انا ديكادرور جماعه الانفورماتيك جماعه الارشيف اللي كانوا حاضرين معنا لي مونتور الناس معناتها اللي خدمت الكل واللي عاونت الكل باش وصلنا خاطر برنامج نطلعوا احنا في التصوير راهو فما فريق كامل ورانا صحيح مليك انا نشكر الناس الكل الجنود الخفين سميهم خاطر بالحق والله عائله واحده ولينا مع ناس ستريس ديما الضحكه والتفدليكه في الاوف ممكن اكثر حتى في الديريكت حابين زاد نشكر صحفي البرنامج قاعدين قايمين بخدمه كبيره يعطيهم الصحه فيصل وكوثر ليكيب الكل ليكيب الكل برافو برافو يعطيهم الصحه سيد المنتج اللي ما خليناش نتكلموا يعطيه الصحه سيد المخرج الناس الكل ان شاء الله يعطيكم الصحه انتم فاتن خاطر بالحق واحد يحس روحه تو مع عائلته مع اصحابه مش قاعد يخدم معناه قاعد يعمل في حاجه يحبها ويعمل في جو يعطيكم الصحه الناس الكل وبرافو للناس الكل وللناس اللي ما كنتش قاعدين تراو فيهم واللي هو ورا الكاميرا باش ليماج توصل حلوه معاك بعد تشوفوهم تنعملوا تصاور ونهبطوهم على صفحه ليميسيون دونك تشوفوا معنا جنود الخفاء محرز نختم معاك ان شاء الله عيد مبروك على التوانسه الكل ماهيش باش نزيد برشا فيما يخص الجانب العملي حكيته مليك ولا قالوا حسام احنا بالحق كنا اكثر من فريق عمل احنا كنا عائله الحمد لله معناتها شكر كبير للمؤسسه التلفزه التونسيه كما قلت انت الناس اللي عرفت فيها بعد اخر اكثر من النشره الجويه الكلاسيكيه اللي مستانسه تتعدى بعد الاخبار فتحيه شكر واجلال للناس الكل وان شاء الله بالحق خلينا انطباع طيب وايجابي في صدور التوانسه الكل وان شاء الله نتلاقاو في فرص اخرى على الاسلام. ان شاء الله يعطيكم الصحه ميرسي بوكو دونك نخليكم ونكملوا معكم البرنامج نستدعاكم تشوفوا معنا حلو العيد وتحضيرات حلو العيد نمشيو للكيف المره هذه ومن بعد راجعين نكملوا البلاتو. سمية الشيرني تو انت بصفتك مختصة في صناعة الحلويات لو كنت تحدثوا على هالحرفة هذه هالمهنة هذه هالغرام هذايا كيفاش تعلمتوا وكيفاش وليت تخدم فيها الصناعة هذه؟ الصناعة هذه هوايتي مليانة صغيرة مليانة صغيرة نحب صنع الحلويات الجاتوات الكل نحب صنع نحب الدياري ونحب النكهة البنينة هذاك علاش جاني غرام يوني نعمل نصنع الحلويات وبديت نتعلم شوي شوي وحدي وبعد حسيت روحي فما حاجات ناقصه يلزمني الا ما نتعلمها شكون يعلمني عملت دي فورماسيون كل ستة شهور نعمل فورماسيون حتى اللي تمكنت وليت نجم نعلم مشروع هذا توا بريسك 5 سنين وانا نخدم كل عام فما تطور في المشروع نتاعي نخدم الاصناف برشا الاصناف التونسيه نحن نتاعنا العربي الكل والمناسبات والاعراس والكل ونخدموا كيف كيف نتاع الحلويات الشرقيه والمغربيه كما فما البقلاوه التركيه فما البقلاوه اللبنانيه فما المغربيه اللي يحبوها برشا هي المحنشه وهذه يطلبوها للمواطنين توا في العشر ايام هذوما يعني النص بريسك نتاع رمضان نبدو نحضروا في الحلو خاطر فما ناس تحب تشري من توا فما ناس تحب من بعد احنا توا نبدو نحضروا في الحلو في الانواع الكل يعني من الغريبه للسابلي للبقلاوه شيء نبدو نحضروا فيه توا حتى فما عباد تحب تشري حتى ليله العيد
تو السنة الحلو ظهر لي غالي الحلو شوي. فما ارتفاع شوي في الأسعار نتيجة لارتفاع المواد الأولية، فما فرق ما بين عيد عام الأول وعيد الثاني. اللوز سعره 23 عمليه تولى 38 37 ونص، كيما البندق من 80 دينار ل 120 دينار، وهذاك اللي يخلي الحلو يرتفع في السوق نتاعو. رجعنا ومكملين معاك، وكما قلت لكم قبيله باش نتحدثوا على مساله النقل، واكيد انه فما برشا ناس تنقل في فتره العيد، ويلزم معناها تكون ان شاء الله لي كونديسيون هيله، تكون الظروف مريحه، وتكون السفرات في اوقاتها، وتكون خاصه زاده متوفره. دونك باش نحكيو على زوز وسائل النقل اللي تعرف اكثر اقبال خلال فتره العيد، نحكيو على النقل بين المدن، ونحكيو زاده على السكك الحديديه في مرحله اخرى بعد ان شاء الله في البلاتو. اما توا يحضر معنا سي كريم الدواس، رئيس مدير عام الشركه الوطنيه للنقل بين المدن. مرحبا بك سي كريم، سنين دائما كل عام وانت حي بخير. مرحبا، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شكرا لك. دونك كما قلت انا فما برشا ناس تتنقل في فتره العيد، واكيد عندكم بالارقام قديش معناها تامنوا سفرات، وقديش حرفاء يستعملوا النقل بين المدن، يستعملوا الحافلات. دونك هات نحكيوا على الايامات هذوما، اكيد الحركيه بدات، كيفاش كانت استعداداتكم للعيد ان شاء الله؟ الاستعدادات هي في الواقع تعودت بها الشركة الوطنية للنقل بين المدن مثل هذه المناسبات في مناسبات الأعياد، نستعد كما يجب في عدد رحلات إضافية إلى جانب الرحلات المنتظمة، وحسب التوقعات، حسب معناها السنوات الفارطة، وحسب كذلك الحجوزات، عندنا طريقة لمعرفة حاجياتنا الحقيقية في الحافلات من خلال الحجوزات، ونخليه بطبيعة الحال حافلات على ما ياتي. احنا نقول مثلا السنة في العيد الفطر هذايا على امتداد 7 أيام عندنا أكثر من 1000 رحلة، يعني أكثر من 1000 رحلة فيها 430 رحلة إضافية. هذا بالإضافة احنا ما نعرفوش في الواقع منها عدد الكامل لحرفائنا، ما فماش هكا حسب التقريب، معناها حسب مثلا التقريب. المعدل اللي متعودين به تقراوا حساب جزء اضافي، كيفاش تصير العمليه؟ معناها على اي اساس تحضروا عدد السفرات؟ اكيد فما هكا صحيح، احنا ناخذوا حسب الماضي، حسب السنوات الماضيه، ونعرفوا مثلا محطه باب سعدون اللي هي تخدم اكثر للشمال، العيد الفطر يتسمى عليها هي، يعني نسبة الإقبال في هذا الفطر باب سعدون أكثر من باب عليوة، في حين باب عليوة يكون في العيد الكبير هو فيه الأعداد الأكبر من الشمال. احنا حسب معناها الإحصائيات نتاع السنوات اللي تعدات، بالإضافة إلى الحجوزات اللي عندنا، ورغم ذلك احنا فما ثقافة جديدة، فما طريقة جديدة نتعاملوا بها، اللي هي شراكة مع شركة جهوية، بحيث أنه ما يقعد حتى حريف ما يروحش، يلزم الهدف متاعنا كل حرفائنا يعيدوا في جهاتهم في ديارهم. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بطبيعة الحال نهزوهم جهاتهم، وفي بعد العيد يرجعوهم للعاصمة، واللي يكون التواتر أكثر من 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 الذهاب، لأنه الذهاب مدة طويلة، هو تقريبا عندنا اكثر من اسبوع، والناس بدات تروح. اي اما الرجوع يكون تقريبا كله في 24 ساعه، اي من يوم الاحد الاستعدادات تكون اكثر، والتنسيق يكون اكثر. الحقيقه التجربه نتاع ابنائنا تجربه كبيره في المضمار هذا. الجديد اللي نزيدوه في كل سنه هو انه بعض الاخلالات اللي تقع بعض بالضبط. سي كريم انا كنت باش نسالك، على خاطر انت قلت لي مثلا عدد السفرات وكل شيء نحاولوا حسب التقريب، بالتجربه نتاع العام اللي قبل نحسنوا العام هذايا، اكيد التحسين ما يكونش كان في عدد السفرات كهو، معناها يكون في نوعيه الخدمات، في توقيتها، معناها حسب شنو تتفاعلوا مع الناس هذايا ماشيين به، معناها حتى نحسنوا اكثر في الخدمات، ونختاروا اكثر التوقيت اللي يساعد الناس، واكيد فما تفاصيل اخرى انت اكثر علم بها من خلال تعاملكم مع الحرفاء، فما ديما فيدباك يرجع لكم، فما ناس تنقد حاجات تحاولوا تحسنوهم. بطبيعه الحال احنا دائما في الاستماع لحرفائنا وملاحظاتهم، اللي هي ملاحظات قيمه، واستناد لما يحصل في الماضي. فما تحضيرات على جميع الاصعده من حيث تحسيس
السواق اللي نسميهم قادة رحلات اللي هم باش يأمنون الرحلة ولازم تكون آمنة وتكون في ظروف طيبة. هذا فيما يخص الوقاية والسلامة. الفريق بتاع المراقبين كيف هو دائما في خدمة السواق نتاعنا وفي خدمة الحرفاء نتاعنا. الحاجة الجديدة أنه تشريك المجتمع المدني أعطاه الحقيقة أكله وأعطاه معناها إضافة. المجتمع المدني تو تلقاه في المحطات شكون معناها يحسس في السائق قبل ما ينطلق كلمات معناها عدم استعمال الهاتف الجوال، عدم معناها تجاوز السرعة القصوى، المجاوزة الممنوعة. كيكون من الناس معناها شباب تابع المجتمع المدني ويحكي مع السائق بطبيعة الحال عندها إيفي اللي هو بوزيتيف. هذه عمليات جات هكا سبونتاني معناها عفويه من المجتمع المدني، والا نسقتوا لها وبرمجتوا لها وكنتوا خدمتوا معاهم وحذرتوا؟ الاراده نتاعهم موجوده، لكن كي تكون المؤسسه توفر ارضيه طيبه وتكون علاقات طيبه والهدف يكون هدف مشترك اللي هو خدمه الناس، خدمه الصالح العام، بطبيعه الحال ماشي يكون العدد نتاعهم اكثر. احنا عندنا موجودة الكشافة، موجودة السلامة المرورية، موجودة معناها الحماية المدنية، مازال موجودين معناها الحقيقة عدة أطراف اللي مش كان هنا تساعد حتى الإرشاد للحريف، حتى مساعدة الحريف، فمش كل يهز مثلا الحقيبة كتكون رزيرة شوية ويبدأ إنسان مسن يعاونوه. السنة الحقيقة تعدات في ظروف طيبة لحد الساعة هذه في زيارة اللي عملناها لمحطاتنا اليوم في باب علي وفي باب سعدون، الأجواء ممتعة. لكن الازدحام انقص، هو المشكل انه الناس كل تجي مع بعضها وتحب معناها تطلع في الحفله مع بعضها. اي مع شويه صبر وشويه نظام الامور مشات على احسن ما يرى. ان شاء الله نكملوا الليله وحتى يوم العيد عندنا رحلات. طبعا معناها من بدايه الاسبوع الى الان تقريبا اكثر من 25,000 مسافر. والعدد هذا متوقع ان يوصل حتى 60,000 بالعوده. الناس اللي مش ترجع. سي كريم، نشوفوا في دول متقدمه معناها الرحلات الطويله واللي معناها تكون هكا مبرمجه، تنجم معناها تقص تذكرتك على بكري من خلال الانترنت، تنجم تعمل ريزرفاسيون وقت اللي تبرمج سفرتك على بكري يكون الاسعار ارخص، هذا علاش ما عندناش موجود في تونس؟ هو الحقيقه برنامج نحضروا فيه، عندنا تو مده نحضروا فيه وقاعدين في مراحل متقدمه، انه بالسيت ويب نتاعنا نجموا من خلاله هو اولا تاخذ المعلومه الصحيحه، المعلومة تكون محينة، لأنه نشوف الناس حتى بالفيسبوك عن الصفحات التواصل الاجتماعي نتاع الشركة يسألوا على التوقيت، يسألوا على الرحلات الإضافية. كل هذا ما كانش ممكن في السيت ويب العام اللي هو ستاتيك مش متحرك. تو معناها بيسبب إنجاز إن شاء الله في والصفحة معناها عندك إكيب تخدم عليها تجاوب في الوقت كي نبعث مساج يتقرا نلقى إجابة من بعد. بالضبط، عملنا مصلحة خاصة اللي هي بالريكلاماسيون، دراسة كل ما تلقى ريكلاماسيون يلقى دراستها، الاتصال بالمعني بالأمر سواء كان معناها مكتوب ولا معناها بالهاتف أو حتى بالفيسبوك يقع دراستك الطلب هذاك ومهاتفته واستدعاء واذا كان معناها قريب تكون دعوته حتى للشركه. وهذا مش يزيد يدعم التواصل بينه وبين الحريف ومن خلال ملاحظاته ومن خلال الاخلالات تقع هو هذاك العمل نتاعنا، العمل نتاعنا الحقيقي هو شنو الاضافه. احنا قلنا ناخذ ولا عمناو واللي عام اللي قبله الاخلالات اللي صار كيفاش ما تتعودش كيفاش ما تتكررش، وباعتبار انه الحقيقه مؤسسه عموميه ما عندناش الثقافه نتاع الماركتينغ ونتاع المتابعه كذا، أرسينا الثقافة هذه شيئا فشيئا إن شاء الله في القريب العاجل تولي مؤسسة عمومية متقدمة متطورة على الشكل إن شاء الله. شكرا لك سي كريم، يعطيك الصحة، إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله سفرات آمنة ومريحة للمسافرين الكل، وإن شاء الله موافقين، وإن شاء الله زاد عيد مبروك للخدمة اللي معاكم الكل، على خاطر مش ساهل وقت الناس تبدا تعيد في ديارها وفي كونجي يبداو هما يخدموا في المواطنين. دونك يعطيكم الصحة وإن شاء الله موافقين. حب حاجة برك كلمة شكر لكل العاملين والعاملات بالمؤسسة نتاعنا الحقيقة اللي هما فيهم جنود الخفاء وفيهم اللي اصحاب اصدقاء الطريق واللي هم معناها يناضلوا وتعبين سواء كان معناها ميكانيكيين فنيين او سواق ولا اداريين. الحقيقه ماريا لقينا منهم كان التفاعل في المناسبات هذه، وما كنا العمل والمثابره
وفي الختام نتمنى لكم عيد سعيد لكافة التونسيات والتونسيين. شكرا لك، سنين ديما ان شاء الله عيدكم مبروك. احنا مكملين معكم كما شفتوا قبيله شويه كان الحفل الرسمي والافتتاح بالنسبه لروسيا 2018. نتمنى حظ سعيد للمنتخب والمنتخبات العربيه الكل. نمشيوا مع الاغنيه هذيا نشجعوا بها المنتخب وكما قلنا ليزيكيب العرب الكل اللي موجودين في المونديال، ومن بعد راجعين. شابكين الايد بايد كلنا مشجعين معكوا على الموت في الملعب موجودين وفي كل بيت وحارة في القلب محطوطين. احنا منهون من قلب فلسطين شابكين الايد بايد كلنا مشجعين معكوا على الموت في الملعب موجودين وفي كل بيت وحارة في القلب محطوطين. وانت يا مصري وريهم ازاي الكورة دي بتاعتك والكاسة وجاي تونس الخضرة في القلب يا واحنا معاكم فلسطينية ربي يحماكم في روسيا يا مغرب يا غالي في الكورة سمع علي دمى جادورك نجمة ضوي الليالي وداني دانا اللي دانا واليوم رجعنا معكم مكملين في البلاتو. كما قلنا من قبيل نتحدثوا على السفرات العيد ونحكيوا على الناس اللي بدات تتنقل وترجع لعائلاتها، واكيد هم برشا وقت اللي نحكيوا على السكك الحديديه على خاطر نعرفوا قداش توانسه يستعملوا الترينويت باش يروحوا لديارهم سواء لقراب والا لبعاد. دونك يحضر معنا في البلاتو سي حسين ميعادي مدير الاتصال بالشركه الوطنيه للسكك الحديديه. مرحبا بك سي حسين، سنين ديما وبيك، تحيه ليك وتحيه على الاستضافه هذه. شكرا ليك، مرحبا. دونك هات نبداو بيلان لشهر رمضان كيفاش كان. احنا قلنا العوده نتاع العيد، اما انتم زاد خدمتكم ماهيش كان العيد، دونك نخدموا على طول العام. هات نحكيوا على شهر رمضان كيفاش كان. بعد فتره قبل شويه كانت صعيبه شويه، عرفنا برشا حاجات من احتجاجات من شويه حوادث من غيره، كيفاش كان رمضان؟ اجمالا رمضان معناتها في السيزون نتاعو كانت باهيه، معناتها الحركه كانت قليله في البدايه نتاعو، تعرف من النص الثاني تبدا العباد تتحرك اكثر وتقضي ومعناتها احتياجاتها تتلبى اكثر، دونك تحرك الناس يكون في الليل اكثر وخاصة على قطارات الحواز الجنوبية بالنسبة لنا ولا قطارات الخطوط البعيدة، دونك العباد تنجم تسافر تشق الفطر نتاعها وبعد نجم تاخذ الترينوات نتاعها باش تخرج تتسوق وتتبضع وتقضي لوليداتها. باهي، نحكيو على العيد ونحكيو على عودة، خاصة نحكيو على الخطوط الطويلة يظهر لي أكثر يولي، دونك كيفاش كانت استعدادات العيد؟ فماش سفرات إضافية، فماش ترينوات إضافية، أعطينا شوية تفاصيل تحذيراتكم للموسم. وما يخفاكش الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عندها تقاليد في إعداد البرامج بالنسبة لفترات الذروة في تنقل المسافرين. أي. سواء كان ذلك في عطلة الصيف ولا عطلة الشتاء ولا عطلة الربيع بالنسبة للطلبة أو العيد الصغير والعيد الكبير. نحن تو في عطلة العيد الصغير في الفترة من 13 ل 18 جوان 2018، معناتها تشمل الذهاب والإياب. عندنا إجمالا 289 قطار بين قطار منتظم وإضافي، يوفروا أكثر من 92,000 مقعد. وبذلك يكون طاقة استيعابنا زادت مقارنة بالفترة العادية في حدود 25% اللي هي نسبة مهمة وفقا لإمكانياتنا اللي نزو فيها المسافرين. هذا إجمالا معناتها القطارات اللي برمجناها. به
وقت اللي نتحدثوا على السكك الحديديه كما حكينا ما اللي فاتت كانت تفكر في البلاتو، لقينا التطور في نوعيه الخدمات، في نوعيه الرحلات، عملتوا رحلات خاصه، شفنا زي وشفنا حسين روح كاينه ولينا في الطياره، دونك هذايا محليه اما نحبوا نعموه على السكك الحديديه الكل على الخطوط الكل. كيفاش كانت التجربه ساعه اللي شفناها من خلال التصاور وتفاعلوا معها برشا توانسه على شبكات التواصل، هي تنقيموها بعد مديده كيفاش كانت؟ هو بالنسبه تحكي على منتوج اسنسيف تي فواياج، المنتوج هذا اللي لقى رواج منذ الانطلاقه نتاعو، كنت معناتها كانت التلفزه الوطنيه سباقا اعطينا السبق انه باش نعلنوا على البرنامج هذاك واعلنا عليه في ندوه صحفيه، وكان معناتها منتوج مهم استرعى اهتمام الناس بدرجه اولى واسترعى اهتمام الجمعيات خاصه الجمعيات لي روندونا. دونك الكراء على عده مناطق كان، وكان مطلوب كمنتوج لانه التران اللي يهز 117 بلاصه سي كونفيفيال خفيف، تنجم تبرمج السفره نتاعك الذهاب والاياب وموعد الانطلاق وموعد الرجوع ستان فواياج على كارت. دونك وفقا لاحتياجاتك وفقا لي بيزوا نتاع الجمعيه ولا نتاع الاشخاص اللي باش ينقلهم. ولقى رواج لا باس به على شبكات التواصل الاجتماعي، حلينا صفحه خاصه اسمها سانسي اف تي فواياج وبرشا تعليق كانت ايجابيه والعباد استحسنت المنتوج. وقت اللي تنجح التجربه ولا تنجح فكره تحل الشيء هي البرشا افكار اخرى، ما نخموش انه إن نعموا نوعيه الخدمات هذه حتى على السفرات الطويله الاخرى، معناها مش كان هكا تكون كما قلت لي انت سانسي اف تي فواياج اورغانيزي ودنيا الخطوط الطويله اللي فيها مسافرين عاديين، مواطن مروح لداره ما ماشي يقضي قضيه ماشي عنده خدمه يلقى نوعيه خدمات تقرب شويه للي شفناه. هو اجمالا نحن بدينا في لي تران بريميوم هذوما القطارات النموذجيه، بدينا اول قطار ينطلق من تونس نحو القلعه الصغيره صفاقس وقابس، وفي مستوى خدمه متميز وفي خدمات متميزه. لاحقا ان شاء الله نخموا زاد انه الانترنت تكون على متن القطارات هذه، لما لا، معناتها الفكره اكثر من مطلوبه. التجربه نتاع قابس توا اجمالا ناجحه، وكما وعدنا الساده الحرفان نخموا باش نعموها على بقيه الخطوط، نبداو على كل خط نعملوا ان تران بريميوم، بعد تشمل خطوط الشمال وسواء باجه جندوبه غردمه او قعفور والدهماني. دونك ولما لا التجربه هذه يلزمها تتركز، ماك تعرف انت مستوى الجوده على قد ما انت ترتفع فيه على ما قد ما معناتها ليزيكزيجونس نتاع المواطنين تكبر. اي صحيح. دونك هو سلم متصاعد، قد ما انت الخدمه نتاعك تكون خير قد ما الكليون يولي يطلب أكثر. منك احسن أكثر. اي واحنا على الاساس هذايا باش نكمل معاك، احنا زاده طالبين انه نزيدوا احسن وقت اللي نشوفوا خارج تونس، ونفس سؤالي كان الضيف سي كريم قبلك، نلقاو معناها كل شيء توا بالاورديناتور من دارك، تنجم تعمل ريزرفاسيون تاع كرسيك، تختار وعلى اليمين على اليسار في الوسط من القدام في الاخر، تختار بلاستيك، تختار الوقت، تقص وقت اللي تقص عندك امتيازات اذا كنت تقص على بكري، دونك الاسعار تكون اقل، هذايا وقتاش نلقاوها عندنا في تونس؟ احنا راهو لا ريزرفاسيون باردونيت موجوده في الانترنت، لكن باش ما نخبيش عليك مازالت ضعيفه محتشمه والعمل هذا يلزم نزيد نخدموا عليه. احنا من واجبنا كمؤسسه تنقل الناس. علاش محتشمه سي حسين؟ على خاطر مثلا انتم ما سوقتوا ليش برشا ولا ثقافه التونسي مازالت ماهيش مستوعبه الشيء هذا؟ من هنا ومن غادي باش ما نظلمش المواطنين وما نظلمش مؤسستي. دون لو سونس انه ثقافه الحجز لا كولتور دو ريزرفاسيون مازالت ناقصه عند التوانسه، انت تعرف لاخر النهار العباد مازالت تجري معناتها تقريبا العيد باش يكون ان شاء الله غدوه ولا بعد غدوه والعباد باقي اخر وقت. لكن كما تحكي التجربه الاوروبيه ولا في العالم، خاطر ثم ثقافه الحجز قبل 6 شهور، العباد تبرمج معناتها العطل نتاعها قبل بعام، عارف هو قبل 12 شهر من الكونجي نتاعو انا ديستيناسيون ماشي انا وتيل قداش باش يقعد وين ماشي الكل دونك هو الكل راهو مربوط ببعضه مرتبط ببعضه سي توت ان سيستيم. ثقافه الحجز ما تجيش هكاك، تجي ان المؤسسه يلزمها توفر المنظومة معناتها على مستوى الانترنت باش تسهل نقل الناس وتشجع على الريزرفاسيون الحجز المسبق، والمواطن زاد البرمجة ثقافة البرمجة والحجز زاد يلزمها
تتكرس معناتها دورنا ودوره يبدا ماشي مع بعض شويه شويه. اي احنا نستانسوا بالثقافه هذه وندخلوها في عاداتنا ونوليو منظمين ونعرفوا من قبل، وانتم زاده توفروا لنا وتعملوا عليها برشا بروموسيون وتعلموا التوانسه اللي راهو السيرفيس هذايا موجود عندنا. بالفعل تصديقا لقولك انت كي تقص في اوروبا قبل 6 شهور و9 شهور التذكره تكون ارخص، ارخص برشا سواء كانت في الدرجه الثانيه ولا الدرجه الاولى. اكزاكتومون ارخص برشا. ولا جمعيه باش تعمل زاده معناتها سفره لاعضائها البري قد ما يكون في مده كبيره قد ما يكون. اما زاده حاجه اخرى سي حسين، واحنا نقارنوا بالدول الاوروبيه مش كان في مصلحه المواطن، زاده هما اسعارهم اغلى برشا، معناها خدمه النقل عندهم هما اغلى برشا من عندنا احنا. معناها اذا كان نشوفوا سوم تذكره نتاع ترينو في فرنسا راهو تقريبا سوم تذكره نتاع الطياره عندنا في تونس. صحيح، لانه الخدمات المقدمه معناتها في فرنسا ولا سانسييف دوله معناتها عندها باع وذراع معناتها العالم الحديدي الفرنسي متقدم جدا سواء على مستوى المنتوج اللي يقدم فيه ولا على مستوى الصناعه الحديديه كبيره ومهمه. واحنا في تونس معناها بالاسعار اللي موجوده توا عند العموم نجموا نحسنوا من الخدمات، ما كله مربوط ببعضه، ما كله مع في علاقه بمواردكم انتوما. معناها احنا يا حبا ذلك كان سوم معناتها نتاع التذاكر نتاعنا يزيد لانه موارد باش تدخل للشركه. لكن مع هذا المواطن دوره كبير في المحافظه على المعدات هذيك، تعرف انه النقل الحديدي هو نقل مكلف استثماراته كبيره بمئات المليارات، دونك دور زاد المواطن هنا يلزم يلعب دور فعال وما يستقيلش في الحفاظ على نظافه المعدات هذيك وفي الحفاظ على المعدات هذيك لان منه وليه انه هو مستعملها. دونك والتجربه هذه عطات اكلها، نعطيك تجربه على مستوى احواز الساحل والاحواز الجنوبيه. ما نعرفش كان خديت القطار فرصة باش تاخذ القطار على الحواز الجنوبية تلقى ترينو معناتها لايق كليماتيزي صيف وشتاء افيك دي كاميرا دو بروتيكسيون بيبانو تتحل وتتسكر اوتوماتيكمون تنجم تكلم منه السائق. هذا الكل ما هو الا ارضية وفضاء جد طيب وجب على الجميع الحفاظ عليه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي حسين، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، ان شاء الله كل عام انت حي بخير. سنين دائما بركه، نحب نتمنى ليكم وللتوانسه وللتونسيات الكل عيد سعيد، ونحب نعلم حرفانا انه ابتداء من يوم عيد الفطر الى غايه السبت 30 جوان باش نرجعوا للتوقيت الشتوي على احواز تونس وعلى احواز الساحل وعلى الخطوط البعيده وكل عام وانتم حيين بخير. ان شاء الله ان شاء الله. سنين دائما نشكرك برشا اللي كنت موجود بحذينا ونحييك، وان شاء الله كل عام وانت كل عام بخير بفضلك. ميرسي بوكو. ونستدعى الساده المشاهدين ونمشيو معايا للكوجينه وين نلقاو دكتور روضه عمري بوليفه. مرحبا بك دكتور. دونك تجي بحذينا اليوم ونختموا معاك رمضان بحويجات بنينه وملونه وحلوه. وقت اللي نقولوا حويجه حلوه جينيرالمون يمشي في بالنا نحن باش نبلبزوا شوي وما نردوش بالنا على السكر وعلى صحتنا وعلى الريقله نتاعنا، الوغ كو انت اليوم جيب لنا حاجه بنينه وحلوه اما نحافظوا بها على صحتنا ومنصوح بها للناس اللي تحب ترد بالها والا عندها سكر والا غيره. فوالا دونك احنا المره اللي فاتت بدينا نحكيوا على روسيت نتاع الحاجات الحلوين اللي نجموا نعوضوا بهم حلو العيد اللي هما لي بول هذوكم دو شوكولا. دونك مع الحلو هذاك وذقتهم وبنين على الاخر صح زي. دونك اللي فاتتهم الغسيت يرجعوا على الباج نتاعنا يهبطوا شويه. الخميس اللي فات كان فما غسيت نتاع حويجه حلوه وبنينه من عند دكتور روضه، دونك ادخلوا شوفوها ما تفلتوا. دايوغ برشا سالوني قالوا لي يا اخي ما نجموش ناكلوا الحلو العربي نتاعنا، دونك لا سي با فغي راهو نجموا ناكلوا الحلو نتاعنا العربي، مي نحاولوا نبعدوا على الحاجات اللي فيهم الشحور، سيتادير بقلاوه بجاويه مقروض كانوا مقلي دو بريفيرونس لي، مي سينون الحاجات اللي كيما الكعك الورقه كيما الغريبه غريبه الدرع غريبه الحمص غريبه الفرينه ما فما حتى مشكله نجموا ناكلوا منهم، مي ديما فما ان دوزاج دو كونتيتي ما لازمناش نفوتوا كعبتين ثلاثه كعبات حلو في النهار. اي با يقول لك انا كعبتين حلو في النهار تي نستنى في نهار العيد باش ناكل كعبتين في نص في فطور الصباح. ساعة في فطور الصباح تحط صحين مع حق الملح ما تنساوش يا جماعة. دونك رجال تفكروا نسيكم بحويجة هكا كادو قطيعة ذهب بفلوس ما فيها باس، بعد تعب رمضان كامل تفكروا نسي. دونك مع القوة نتاع الصباح فما حق الملح وفما صحين حلو اللي جينيرالمون نذوقوا من لي موديل الكل عرف من كل نوع. أباغ أنك باش نمشيو نعايدوا دونك باش يضيفوا فما صحن الحلو هذاك دونك عبد يعرض عليك ولا لا صارها وش بيك والكلمة نتاع العادة
اش بيك يا اخي تعم في ريجيم ولا انت كوم سي عرفتك اللي ما تحبش تاكل من عنده. دونك انا اول حاجه نركز عليها باش الانسان ينجم ياكل دي بتيت كونتيتي راهو لازمته كي يقوم يفطر ديريكت فطور الصباح نتاعو باش يكون شبعان. على خاطر اذا كان انت باش تاكل حاجه حلوه ديريكتومون شنو باش يصير لبدنك؟ باش تحس لي انت الحاجه هذيك الحلوه ما خيرش كان منها عطاتك الطاقه عطاتك دو لينيرجي. تقول لي بالعكس انا هذيك حاجه حلوه دونك عطاتني الطاقه عطاتني دو لينيرجي خليني نزيد ناكل منها. فوالا دونك هذيك هي الكلمه خليني نزيد ناكل منها. على خاطر الحاجه الحلوه هذيك باش تخليك ديما اوبليجي باش تزيد تاكل الكعبه الثانيه والكعبه الثالثه والكعبه الثانيه. قبل ما نوصلوا للحلو شنو الحاجات اللي ناكلوها من قبل باش نشبعوا ما نقعدوش جيعانين وندخلوا للحلو ديريكت؟ دونك هذوما الحاجات اللي حضرتهم بوغ لو بتي ديجني باش يكون البتي ديجني نتاعنا فطور الصباح نتاعنا متوازن وصحي وغاسجي معناتها انسان يشبع باش ينجم ياكل لابتيت كونتيتي هذيك. فوالا دوك الحاجات اللي احنا حضرناهم اليوم اللي هما على باز دو غرين دو شيا اللي هي باش تولي معروفه توا غالب اكثر زراعه الكتان والفلوكون دافوان الشوفان. دونك الشيا معروفه بانها غنيه بالمغنيسيوم فيها بالكدي لي فيبر فيها 34 غرام في 100 غرام شيا فيها الفيتامين سي فيها الكالسيوم ما فيهاش الجلوتين يعني العباد اللي عندهم مرض الابطن ينجموا ياكلوا منها. فيها برشا فيتامينات فيها برشا املاح معدنيه. دونك هذايا لو بودينغ هذايا دو شيا مصنوع من الشيا ومن الحليب. دونك احنا كي باش نحضروا زعما مازالت ما دخلتش في ثقافتنا ولا على خاطرها غاليه شويه هذاك علاش مازالت مش معروفه؟ الزوز هي مازالت ماهيش معروفه على خاطر غاليه شويه وتجيب تقريبا 100 غرام 13 دينار حاجه هكا. فوالا هكاك. لكن اذا كان انسان ديابيتيك ويحب ينوع في الماكله نتاعو يقول لك انا نقلق ديما بسيس تشعير دونك نجموا نبدلوا مره ناخذوا الشوفان ومره ناخذوا الشيا. الحاجات اللي انا ما عملتهم ان تونك دو ريسيت باش واحد ما يقلقش منهم هي الشيا هذه. دونك كيفاش نعملوا لها؟ باش ناخذوا زوز مغارف كبار نتاع الغرين بذور الشيا بالعربي هي اسمها برشا عباد يقول لك شنو اسمها بالعربي ونحطوها في كاس في كاس حليب. فوالا دونك هي باش تنفخ ويتبدل شكلها. كيفاش باش تنفخ؟ لازمها تقعد 24 ساعه في الفريجيدير وقبل ما تحط في الفريجيدير نحركوها مدة دقيقة بالمغارفة باش تولي كيف ما جال مع الحليب هذيك تلصق اوتوماتيكمون كي باش ناكلوها احنا من نوض غدوة في فطور الصباح باش تولي في مصارنا كيما الجال. كاين ياغورتا معناها فوالا كاين ياغورتا مي بلو كونسونتخي من ياغورتا معناتها دايوغ انت توا حتى هكا باش تعمل بالمغارفة شو كيفاش بالمغارفة باش تحسها اللي هي تحسها عاقدة شوية. فوالا فوالا دونك الجيل هذاك كي باش ناكلوه باش نحسوا لا كونسيستونت نتاعنا في معدتنا وباش نشبعوا. الشيا مع شنو تكون اكومباني؟ تكون اكومباني بدو فروي كعبتين غله على خاطر هي ديجا فيها الكميه نتاع البروتيدات اللازمه. دونك ما نستحقوش لا باش ناكلوا معاها لا خبز لا حاجات هكا تختين لا حتى شيء على خاطر فيها كل شيء كما قلت لك فيها المغنيسيوم فيها الالياف فيها البروتيدات فيها الفيتامين سي اللي غيش جدو معاها كعبه غله. فوالا كعبه غله. دونك هذه الغوسيت نتاعنا نيميرو 1 الغوزيت نيميرو 2 اللي هي بسيس تشعير معروفه من اول الزمان. دونك واحد مع البرد مع السخانه بلوتو يحس روحه لازمته حاجه ترويه حاجه تفرشكو. دونك هذايا نجمو راهو سون سكر معناتها ناخذوها باغ كونتخ نجمو نحطوا معاها مغارف عسل على خاطر بلاش عسل تجي قويه برشا وما نحطوش السكر الابيض نجمو نستغناو عليه والا في بلاصه العسل نجمو نستعملوا الفركتوز اللي هو زاد غالي برشا. دونك نعوضوا الفركتوز بالمغارف عسل بالعسل لا غوزيت هذايا. فوالا لا غوسيت هذه اللي هي ياغورت ناتوريل. بالنسبه للياغورت نحب نركز على حاجه راهو فما ثلاثه انواع نتاع ياغورت. فما الياغورت الناتور اللي هو ما فيهوش برشا حريرات. فما الياغورت المحلى لاغوماتيزي اللي هو جينيرالمون فيه برشا دي كالوري لي كالوري نتاعو فوا دو على خاطر فيه المحليات السكر اللي فيه. وفما النوع الثالث نتاع الياغورت اللي هو ماهوش ياغورت اللي هو كريم ديسير مي العباد الكل يمشي في بالهم اللي هو ياغورت اوغ ماهوش ياغورت على خاطر يزيدوا فيه مشي يزيدوا فيه لي زيكوران يزيدوا فيه حاجات اللي هو هذاك اللي يعطيوه المطعم كله السكر وحاجات اضافيه غير مصحوبه ما فيهوش كالسيوم بالكل. احنا ناخذوا الياغورت خاطر الياغورت سي اون سورس دو بروتيين سورس دو كالسيوم. راهي الكريم ديسير ما عمرها ما كان سورس دو بروتيين سورس دو كالسيوم. دونك هذايا حبيت نوضحها. والبارتي الثانيه اللي هي من فوق اللي هي نجموا نعملوا بها البتي ديجني نتاعنا اكيليبري هما الفلوكون دافوان. دونك نحطوا احنا شويه فلوكون دافوان في الفور ونخليوها تتقلى شويه في الفور. بعد ما تخرج من الفور نزيدوها الحاجات اللي احنا نحبوهم. دونك الحاجات اللي احنا نحبوهم اللي هما فما البنان الشايح فما المشمش الشايح فما الشريحه فما الجلجلان فما الشيا. نجم نقول انت حطيت لوز حطيت لوز وحطيت
بيبي شوكولا تزبيب ديجا احنا كي نزيدوها 3 كومبوزون يزي فيه البركه سينو باش تولي تري انرجيتيك وقتها دونك هذا نجمو نعطيو حتى للصغار في بلاصتك الحكايات اللي ياكلوها بالصباح من غير ما نسمي على الاشهار معناها دونك نحمروا نعملوا دبيبزه في الدار كيما هكا وتقعد ديما خاطر اي حاجه امبالي راهو لازمنا نقراو مليح ليزيتيكيت اي حاجه امبالي فيها ان كومبوزون اللي هو مضر برشا مش باهينا اللي هو الويل دو بال دونك احنا الحاجات هذوما اللي انا حضرتهم اليوم باش نتفديو توسكي امبالي ونمشيو لحاجه سهله برشا نعملوها احنا بيدينا ما تطلب حتى شيء انا الجمعه اللي فاتت لي بول اللي عملتهم برشا عباد يسالوا فيا ومنين نجمو نشريوهم منين نجمو نلقاوهم خاطر الانسان بطبيعته بخلي دونك نجمو نعملوهم راهي حاجه سهله برشا فوالا دونك نجمو نعملوهم ميرسي بوكو يعطيك الصحه دونك سنين ديما هذوما كانوا لي غوستات نتاعي على حاجه اخرى بسرعه بسرعه حتى الوقت يوفي خاطر سخانه برشا دونك لازمتنا اقل حاجه نشربوا 3 إترات ماء في النهار 3 إترات ماء في النهار ميرسي لكم اليوم وعيدكم مبروك الناس الكل ميرسي بوكو يعطيك الصحه ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير ميرسي بوكو على لي غوستات ونكملوا نتابعوك ان شاء الله على انستغرام دونك احنا مكملين معاكم هذه هو كان حلقه اليوم وهذه هي موعدنا بالنسبه لرمضان السنين ان شاء الله يا ربي كل عام وانتم حيين بالف خير نشكر برشا الفريق اللي رافقنا على امتداد الشبكه الشتويه وكمل معنا في شهر رمضان الفريق هذا تقريبا عندي قداش من عام نخدم مع نفس الكارج نشكركم برشا على خاطر اذا كان ماهوش جو نتاع هكا ايكيب كامله مع عائله كامله كل يوم موجوده مع بعضها راه ما نجموش نعملوا خدمه تلقى التفاعل هذا وتلقى الترحاب من خلال لي كومونتير اللي قاعدين يجيونا على فيسبوك دونك نسلم على الناس الكل مانيش باش نسمي باش ما ننسى حتى حد لي سيرفيس الكل اللي موجودين هوني في الاستوديو واللي يخدموا معنا الفوق في المونتاج وفي الارشيف وفي الاداره وفي غيره يعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام انتم حيين بالف خير بكم انتم التلفزه التونسيه مازالت موجوده ومتواصله رغم اللي نعرف فما صعوبات وفما برشا حاجات تصعب علينا ساعات اما مادامنا شادين صحيح بقدره ربي امورنا لاباس يعطيكم الصحه ان شاء الله كل عام انتم حيين بالف خير ميرسي مره اخرى اللي تابعتونا وان شاء الله يا ربي نعاودوا نتقابلوا في مناسبات اخرى ان شاء الله في الامان وعيدكم مبروك ميرسي بوكو أحلى اللمة في رمضان صورة جميلة للفنان أحلى اللمة في رمضان صورة جميلة للفنان موعدنا على الوطنية موعدنا على الوطنية يشوفونا من كل مكان يتفكر أيام زمان تونس المدينة حفلة